السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت واجد بمدينة بوزنيقة، المكان اللي اختفت فيه واحد البنت قاصر العمر ديالها ما بين 17 قريبة ل 18 سنة، كتعد بقى قاصر. الأم ديالها اللي هي السيدة أمينة كتبحث عليها، وهاد البنت هادي راه تقريبا هذه مدة ديال قبل من رمضان، قبل ما يدخل رمضان باش هاد البنت هادي خرجت. ظروف ملابسات والغموض الغير واضح في هذا الاختفاء غادي نحاولوا نعرفوه من طرف الام ديالها اللي هي السيده امينه. نخليكم مع القصه وما فيها مع امينه. السلام عليكم. عليكم السلام. لالا امينه، انت عيطتي لينا على قبل بنتك اختفات، قلتي لنا هذه مده ديال قبل من تقريبا شي 3 ايام ولا 4 ايام ولا سيمانه قبل من رمضان، قبل ما يدخل رمضان. اييه. حاولي تحكي لينا الظروف ديال بنتك، كيفاش كتعيش، اش كدير، كتقرا، كتخدم، شنو، حاولي تقربي للساده المشاهدين تقول لهم شنو. لا، هي كانت عايشه مع الوالده. فهمتي؟ هي كانت عايشه مع الوالده. نعم. فهمتي؟ كانت كتقرا. يعني ما كانتش كتخدم، كانت كتقرا. عايشه مع الوالده في بوزنيقه؟ في لا، في فاس. في فاس. اصلكم من فاس؟ احنا اصلا من فاس. كانت عايشه مع الوالده في فاس. ومهم ملي كانت صغيره كان كلشي مزيان، كان كلشي بخير لان كانت صغيره وداك الشيء. ملي بدات كتكبر بحال اللي يلاه بدات يبان داك، فهمتي، داك الشيء كتفهم، عادت كتفهم، كتشوف، كتعرف. يعني واخا كانت عندها 12 عام و 13 عام باقي ما عرفتش، انها جات عندي بداك الوقت بحال اللي باقا متشبطه بهم، بالوالده وبالوالد وخويا. الحياه ديالها مع الوالده ديالك وخوتي وخوتك، يعني خوالها وجدها، نقول لك الصراحه يعني كيفاش كانت عايشه معاها؟ في الاول كانت عايشه معاهم مزيان، ولكن بعد كرهاتهم. شنو هو اللي عزيز عليها؟ الوالد هو اللي عزيز عليها. السبب ديال الكره؟ السبب كيبقاو يعايروها. علاش؟ كينتقدوها لان كيقولوا ما عندهاش باها. المهم معيوها بحال هكا. القصه ديالها ما عندهاش فعلا با؟ لا، عندها باها. ماشي ما عندهاش باها، عندها باها، غير هو شنو نقول؟ خلافات. انت خلافات انا وياه، لان حتى هو كان عليه ضغط من الوالد ديالو. يعني هو شلح وما كانش باغيني انا. يعني الحل الوحيد هو يطلقني انا وينفذ داكشي اللي كيقول لي باه. فهمتي؟ يعني قال لي غنحرمك من الورث، غنحرمك بزاف د الحوايج الا بقيتي مع دوك، الا بقيتي مع نقدروا نقتلوها. بطبيعه الحال هو غادي يسمع لباه، ما عصاش. فوالا، غادي يسمع لباه، لان النهار طلقنا بحال طلقنا بحال اليوم لا غدا تجوج. يعني شنو غتنتظر ما غادي تجوج بنت خالته شلحه؟ يعني راه باين هذا. يعني واخا طلعت المحاكم وهبطت وداك الشيء، ولكن ما جابش نتيجه. ما بغاش يسجل؟ لا، ما بغاش. قال لي ماشي بنتي. النقطه وقيله ما بغاش يسجلها ليا لان هي بنته. وكنقول له يلا نديروا التحاليل. قلت لي الوكيل المالي كلشي كيقول لي سير، ما تيبغيش. انا عارفه. واخا، نخليو هذا الشق هذا بوحدو، هذا حتى من بعد نعاود نديرو معك واحد اللقاء ان شاء الله على خاطر المشكل هذا. المشكل ديال البنيه هذه هو الاهم. نعم. البنت اختفات قبل من رمضان. دابا تقريبا راه حنا غادي في رمضان. يعني واحد 15 يوم. 15 يوم. الظروف ديال الاختفاء ديالها ممكن انك تشرحي لنا كيفاش؟ هي فاش المهم كان وقع بيناتنا واحد، ماشي عادي يعني في الدار، مشكل عادي. فهمتيني؟ هي اصلا فاش كانت غتجي من دارنا كانت قالت لي مرت خويا والوالده راها غادي تهرب لك. يعني حاولت تهرب ليهم؟ ما حاولت شحال من مره انها تهرب ليهم تماياك، وكترجعها مرت خويا هي اللي كترجعها. قالت لها تمشي عند ماماك، سيري عند ماماك حسن لك. قالت لك ديما كتلقى جماعة حوايج باغا تهرب. يعني فاش كانوا غيصيفطوها ليا، هما اللي صيفطوها ليا. فهمتي؟ صيفطوها لي انه وقع مشكل بسيط، ما تافه، ماشي شي حاجه، جمعوا لها حوايج ما عقلوش عليها. فرمشت عين، يعني ما عقلوش عليها. هذه جداتها وبا ما عقلوش عليها، مازال الوالد بقات فيه. جداتها وخواتها خرجوها من الدار، صيفطوها عند نساب خويا، بقات جالسه عندهم. انا قلت لهم بنتي ما تبقاش عند الناس، صيفطوها ليا. وفعلا من صيفطوها ليا عيطت ليا مرت خويا، قالت لي راها غادي تهرب لك، راه بحال اللي كتثبتك، راه قالت لي غادي تهرب لك، قالت لك غادي نثبت ماما تنقضى وغادي نهرب ليها. يعني المده يعني اللي قضات معاك انت هنا قبل ما تختفي، شحال ديال الوقت؟ من شهر 6 لدابا. شهر 6 لدابا. يعني كما قالت مرت خوك على انها غادا تهرب لك، يعني بحال اللي رقداتني وسيساتني وخلاتني غادا معاها على داك. اي واخا، يقدر زعما يكون هذه شي مساله ديال شي شاب. لا شاب كاين، لا شاب كاين،
حيت انا كنت كندخل عندها التليفون كنلقاها دايره واحد هذا فيها في كود ما كتخلينيش ندخل ليه، تنقول لها علاش كتبي لي حقادي كتبقى تهرب. ولكن كاين واحد جا عندها حتى لهنايا هو اللي حل لها الباب باش هربت. ولد حل لها الباب ما لا ما كتبتش عليها، تسدت لها داك الساقطه السويقطه دازت لها وهي تعيط ليه. ولدي الصغير اللي عنده 5 سنين هو اللي قال لي ماما راه جا عندها شي واحد سميتو حمزه راه هو قال لها حلي الباب، قالت لي حلي حلي الباب. يعني هاد خينا هذا وديجا كنشري لها شي حاجه ولقيتها في الدار، قلت لها شكون اللي جاب هذا الشيء؟ قالت لي حقا واحد كيقرا معايا شراهم الخويا الصغير. يعني هاد خينا هذا اللي عمر لها راسها هو ولد بوزنيقه، علاش يعمر لها راسها؟ لا هما ولا دريات اخرين علاش؟ وهاد خينا انت ما عرفاش؟ انا ما عرفاش كنيته وما عرف لا العمر ديالو واش باقي صغير ولا كبير؟ راه يكون قدا في التقدا 17 العام يعني. هو قاصر يعني حتى هو قاصر طمعها ديما الدريه. الناس سولت عليها انا قال لك ديما الدريه غاده بالتليفون، جايه بالتليفون غاده للحانوت بالتليفون، كتعطل في الزنقه ملي كنصيفطها تسخر كتبقى ديما التليفون. واخا على القضيه اللي كتعطل في الزنقه قلتي لي على ان عندك الاخ ديالك شي شويه يعني عندي شويه مدمن وكذا كنتي قلتي لي في الكواليس على ان هاد البنت هذيك كتسخر في 12 بالليل تجيب له كانت يخرجها كتجيب ليه كيكمي الشيشه كتخرج كيخرجها تجيب ليه المعسل يعني بحال كتخاف منه حيت هو عندنا في الدار هو كلشي كيخاف منه. هو القبيح هو واعد الدرب هو القبيح بزاف عندنا. انا اصلا كيسخر بنت اختو اللي هو خالها اصلا ما كيحملنيش انا اصلا انا ما تيهضرش معايا وما تيحملنيش تغل كيبردوه في البنات فوالا راه دار عرس ما عيطلاش عيطلاش لينا حنايا يعني بزاف الحوايج يعني يعني الحقد جاي من الوالده حقدته فينا حنا الصوره ديالنا وسخاتها لينا هو. ولكن انا ما عنديش مشكل انا مسامحه دبر راسها حياتها هذيك انا بعدت عليها الله يعاونها والله يدبر راسها. انا غير البنت انا البنت علاش علاش البنت ربات فيها هاد حقرتها لالا امينه بنتك دابا انت عارفه على ان شي واحد اخر اللي غر بها اش درتي في الاجراءات؟ مشيت ديكلاريت للبوليس عطيتهم تصويرتها ديكلارا وقال لي راه لونسيناها في المغرب كامل في اي بلاصه زعما يعني حتى يوقع شي مشكل عاد تقدر تشد فهمتيني يعني ماشي غادي نمشي نقلب عليها ولا يعني حتى يوقع شي مشكل يا اما يشدوها في شي بلاصه يا اما محاوله ديال التقلب ديالك انت هنا في بوزنيقه والو ما سولت الدريات سولت صحاباتها اللي تريت اللي كتعرف داك الشيء الكواليس قلت لي خدامه طمعوها بالخدمه البارح عيطت لي بالليل من لحت في فيسبوك تصويرتها وداك الشيء عيطت لي البارح بريفي بالليل قالت لي ما تقلبيش عليا ماما انا باخر انا عايشه خدامه باخر فين؟ ما قالتش لي فين لا ما قالتش لي فين قالت لي انا ما نرجعش نعيش تما مشيتي عند البوليس عطيتيهم النمره اللي عيطات ولا لا بريفي ولو بريفي غير لا مازال يلا عيطت لي البارح قلت انا حيت عاطيني البوليسي النمره ديالو غادي نقدر نمشي عنده ولا غادي نصيفط التليفون قول لهم ودي هاد النمره باش عيطت لي ولا بريفي باش عيطت لي وقالت لي انا خدامه قلت لها واش هاد الخدمه اللي قلت لوكاليزا هذاك الشيء واخا يكون بريفي صافي المهم عيطت لي قلت لك البارح مع داك الوحده ومع جوج الليل عيطت تنعست قالت لي بلا ما تقلبي عليا يعني دونك عندها فيسبوك ودخلت الفيسبوك وشافت النمره باش عيطت ليا قالت لي انا عايشه بخير وانا هذا انا غنخدم. قلت لها الحياه ماشي هي هذيك قلت لها هربت انا ورجعت انا قلت لها هربت قبل منك ورجعت قلت لها قصتك انت يعني انا قصتي انا جربتها انت ديما كتعاملي معاها كانها صديقه ديالك انا بحال انا راه كيقول لي اختي تيقولوش بنتي انا ملي كنشوفها معايا كيقول لي راه اختك ماشي بنتك كتحاول تقربيها منك بحكم كنعطيها كل شيء كنعطيها عطيتها كل شيء خيبه امينه بزاف تكرفستي بزاف تبحدتي تكرفست بزاف لاقصى درجه يعني كنت كنخرج من الموت وكنرجع ليها شوفي حياتك بنتك دابا كنشوف حياتي بان بنتي تقدر تضيع ليا بحالي انا لان ما المجتمع ما تيرحبش فهمتي بدات كتضيع دابا شنو نقول لك انا كنحاول ننقذها دابا يعني تسمع ليا الناس ترجع لي ان انا حياتي انا واخا خرجت ولكن كنت الحمد لله بدماغي ماشي كنت خارجه باغا غد الدنيا وباغا الفلوس وباغا انا الوالده اللي جرات عليا يعني انا خدمت حتى درت 24 عام فهمتي وتصور واحد عندها 24 عام خرجت للزنقه ما عارفاش الزنقه شنو هي 24 عام عارفه خصها تكون عارفه انا ما عارفاش انا راه خرجت من الدار بغيت نرجع بقيت كنبكي عندي 24 عام يعني ما عارفش نرجع للدار يعني انتم عائله مزموطه مزموطه وكنت كنخدم بزاف عند الناس في الديور يعني كنمشي نخدم عند هذه 4 سنين الوالده ما نشوفهاش 4 سنين ما نشوفهاش 3 سنين ما نشوفهاش عامين كانوا كيخرجوا خرجوني ودخلوني هنا ودخلوني هنا ودخلوني يعني حياه انا الطفوله ما عنديش انا الطفوله تحيدات ليا تحرمت منها ما قريت ما لعبت ما تصاحبت ما عرفتش الدنيا شنو هي انا منين جيت بغيت نجلس في دارنا قالت لي الوالده انا ما عنديش كيجلسوا لي بالدار خرجي عليا هو عندها ولد لا هذاك هذاك هو هذاك هو الدريه
انا كنقول عليها ويسمعني كاع، هذاك هو الدريه، هذيك هي البنت شداتها عندها وجرات على الدراري. خارجين لافاس؟ احنا لا، انا اصلا حيينا ولكن الوالده ساكنه في بافتوح، ساكن في بافتوح هذاك الزلم. الاولاد على البنات فوالا، قالت لي، قالت لي انا ما عنديش الكبده. انا امي قالت لي بحال هكا، قالت لي انا ما عنديش الكبده للبنات، انا عندي الكبده على الاولاد، البنات لا. الوالده اللي جات نقول لك الصراحه، جيت بروتيفيك تاخذ منك تعطيها ولكن باش نجي تقلب عليك ولا تقول لك مالك ولا شنو خاصك، لا ما كايناش فيها هذه، ما كاينش الحنان فيها. واخا دابا سو كاينه اتصلت بي انا، داك الشيء علاش بغيت ندير لبنتي. انا ما نكونش بحال الوالده، حيت دخلت الفيسبوك دابا تكلمي، حيت عندها فيسبوك ما باش شافت النمره، لان باش عيطت لي حيت عيطت لي بنمره جديده. كبيتك دابا كتصنتك شنو؟ انا كنقول لها عافاك رجعي رجعي وكلشي يتقاد، واللي بغاتها اللي بغاتها نديرها ليها، اللي بغاتها نحققها ليها، ما تضيعش راسها، ما بغاتهاش تضيع راسها، حيت حاجه راه كاينه الكلف في الزنقه، راه ما كاين والو، راه ما كاينش شي واحد غادي يحن عليها بحال امها. راه واخا تبان لها دابا خدمه زوينه، راه من بعد غتبان لها كحله، انا بانت لي بحال هكا في الاول، انا بانت لي خدمه زوينه، خرجت وخدمت وكنقول غندير، ولكن ما درتش، هي درتها بيا، راه ما تشوفش راسها. صافي الناس عطاوها كلمه زوينه حلوه، ولكن هاد الناس دابا اللي شادين، علاش اش ما نقولش شكون هما والديك، شكون انت؟ ما ندخلش انا وحده بعدا ما كنعرفش اصلها اولا، واخا تبقى فيا كاين بوليس، كاين بزاف ديال الحوايج، فهمتي؟ دونك لا بغيتي تستغلي هاد الدريه، واخا عندها 18 عام ولا عندها حتى 20 عام، القانون ما كيحمي ما كيبغيش بحال هكا، يعني حاجه بنت ما عندها حتى ورقه توقع عليها شي حاجه، شكون غنمشي؟ ما عندها والو. انا قلت لها رجع بنيتي، الذئاب ديال ها انت فهمت، يعني ما عندهاش يقولوا عليها اش تقول لهم. قالت لك انا، قلت لها بنيتي انا راه خليتك وتكافحت عليك وضربت عليك تماره وهذه، قالت لي وكان عطيتيني، قلت له كان عطيتك تقول لي كون بقيت مع خليتيني معك ماما، دابا كون عطيتيني شي حد. علاش دابا شوف العكس، منين خليتها وتبقى معايا ونعيشها وداكشي وتعرفني وتعرف العائله وتعرف هادي، قالت لك كون عطيتيني، كون عطيتها دابا اش تقول لي علاش عطيتيني؟ سمحتي فيا ها، يعني شنو بغيتيني ندير؟ واش انا حياتي زوينه باش علاش باش نعيش؟ انا كون بغيتك تبقاي معايا كون خليتك، انا ما بغيتهاش تبقى معايا، كنت ساكنه مع الدريات، ما يمكنش نخلي انا بنتي صغيره تعيش مع الدريات، يعني كنت مع والدي احسن. تخرج من الازمه مع الزوج مطلقه وكذا، بزاف ديال الحوايج تحكرت، بزاف ديال الحوايج تكرفست، جربتي الشريعه بزاف تحقرت ومليتو، ما كنكذبش عليك كرهتو، دابا اي واحد كنشوفو كنكرهو، ما كاينش شي حياه، ما كنكذبش عليك حياتي كلها تنمرات، ولكن واخا تلاقيت مع هاد الناس تجوجت بيه بعدا كنقول الحمد لله، كنت كن في المره نخرج كنقول يا ربي جيب لي شي ولد الناس يستنوا ندخل. هي لهاد الراجل هذا لا الصراحه ما نكذبش عليك، واخا يكون فيه اللي كان، واخا يكون فيه اي عيب، راه هزني نقدني واحد الحاجه ودرت وليدات وليت حدا الناس انسانه بنادمه، اما تقول شي واحد في الزنقه راه غادي يهزك ولا غايدير لك، راه ما كاينش، راه لا عيالات ولا دريات، حتى واحد ما يبغي لك الخير. الزنقه بحال انا كنت انا كنت كنمشي مع دريات تسداني كيتكرا ب 500 درهم، بغيتي تباتي انا ما خلصتش والله، انا نعستي والله ما خلصتش والله ما كليتي، اقسم بالله كنت كنمشي مع صحباتي للدار كتقول لها امها هذه ما تبقاش ما عندهاش الوراق، حيت انا جربت هذا الشيء، هذا الشيء راه عشتو. صيبتي ورقه تاع صايبتهم كنت صايبت راسي كلشي، واخا الوالده حرماتني من كلشي، انا صايبت كلشي راسي الحمد لله، وجوجت راسي براسي والله مالك الحد الحمد لله وصلت. دابا كتشوفي في المراه ديالك هذا هو المشكل، خايفه من هي واخا كتقول لي لا انا ما تقلبيش عليا انا عمري ما غنرجع، هذيك راه ماشي حل. المعاناه اللي عشتي انت هي كتخليك تزيد تخافي عليها اكثر، راه بزاف، لان هي واخا دابا عندها راه ما عندها حتى مشكل، انا جي نشوف راه ما عندها حتى شي مشكل، لان كانت عاشت معايا داكشي اللي عشتو انا. انا راه الوالده جرات عليا من الدار عند بنتي عندها 3 شهور الزنقه وما عطاتنيش فلوس الطرونسبور، بقيت غادا وكنطلب عباد الله باش وصلت لبني ملال عند باها، وهو براسو ما لقيتوش، وبقيت جالسه في الزنقه والناس تجمعوا هما اللي تعاونوا معايا ودخلوني لوطيل فين نعاسوا فين، يعني بزاف الحوايج وقعوا وتقاتلت عليها، كنت كنعس بها في الزنقه. أمينة قلبتي على الحلال وتزوجتي وما قلبتيش على الحرام تعيشي فيه؟ لا ما بغيتش الحرام، حيت الحرام ما عندك ما دير، الحرام اش غادي يعطيك؟ وليد خلع بالقرار الحرام اش غادي يعطيك؟ يوكلك انت كاع درتي من الحرام، اش تقول الله؟ اش غادي تقول الله؟ واخا تكون عندك الفيلا والطونوبيلات ولكن اش غتقول الله؟ اشنو؟ اش تمشي تلقى؟ تلقى جهنم؟ ها؟ الجنة ديالك راه أفضل لك من أي حاجة،
وخلي يجعلني من نتعرى كاع البياسه نصبنها لبسها في الصباح عادي مالي راه بحالي بحال البشر فهمتي يعني الحرام راه ما تيوكلش. النداء ديالك الاخير اختي امينه. كنتمنى سكينه تكون كتشوفني وكنتمنى بان ترجع بنيتي عافاك الى ما رجعي راه عرفتي شنو الدار كتبان لي كظلمها بلهبك وحق الله راه راه بحالي عايشه معايا من صغرك راه ماشي تقولي لا يلا جيتي ولا راه من صغرك بحالي جيتي من صغرك كنتي عايشه معايا راه كنت كنتسنى داك النهار اللي غتجي عندي وغتونسيني وتجلسي معايا وتجمعي معايا كنحس كتعمري عليا الدار عافاك الى ما رجع بنتي عافاك ما تضيعيش راسك ترجعي لقرايتك انا بغيتك ترجعي لقرايتك انا ما بغيت والو انا ما باغي لا فلوس لا والو رجعي لقرايتك انا ما قلتلكش خدمي انت اللي بغيتي تخدمي ارجعي بغيتي تخدمي ماشي مشكل نشوف لك هنايا حدايا وحدا عيني ونشوفك وتمشي وتجي حدايا ماشي مشكل ورجعي لمراسك تقراي انا بغيت مستقبلك انا ما باغاش الدنيا الله ينعلبو الدنيا وما فيها انا بغيتك انت ديري مستقبلك راسك ما تصر عليك حتى شي واحد الخدمه ديال الديور راه ماشي خدمه راه ماشي خدمه سوليني انا دابا عندي 40 عام في عمري راه ضيعت حياتي كلها صحتي مشات راه قلبي ولا مريض كلشي ولا عندي كلشي ولا عندي مدكدك اش تصوري من الخدمه ديال الديور اش تصوري من الناس طال الجفاف شو بغيتي بيهم تخلي قرايتك وتخلي كلشي وتجي تتبعي طال الجفاف عافاك بنتي الا كنتي كتسمعيني رجعي الله يسهل عليك هادشي كله راه درتو على قبلك راه على قبلك درت هادشي الله يسهل عليك لا امينه كنشكرك والله يحن القلوب الله يقرب البعيد الله يجعل سيدي ربي سبحانه وتعالى يحنن قلبها قلب هذيك البنيه ربما غير غارينها شي وحدين ربما يمكن انها ما لقاش ديك التربيه اللي كانت خاصها تلقاها عند جداتها ما لقاتش واقيلا هذاك الصدر الحنون ديال الام اللي ضاعت منه ولا ضاعت فيه اليوم الام بصدر الحنان وبصدر وبالقلب ديال العطف والرحمه كتنادي بنتها سكينه كتقول لها بنتي ارجعي الزنقه فيها غير الذئاب ارجعي الغابه ما فيهاش ما يرحم ارجعي بنتي لداركم وفعلا حنا كنضموا صوتنا لصوت الام امينه ارجعي لداركم يا سكينه حل من امك ما تلقايش هاد ولد الناس اللي مزوج بامك حتى هو ها هو مساعف حتى هو وما كاين حتى مشكل رجعي لداركم ابنتي ربما داكشي اللي عشتي مع جداك كانت مرحله تجربه عشتيها فقط تحيدات انت عند امك دابا امك اللي كبدتها من كبدتك رجعي سكينه لعند ماماك وخلي ماماك ترتاح وحتى انت تكملي قرايتك لان القرايه هي اللي غتنفعك هي اللي غتوصلك توصلك احسن من داكشي اللي كتقلبي عليه في الجفاف وفي الصل كيف قالت ماماك أعزائنا المتتبعي ومشاهدي قناة مغارب نيوز نتمناو على أنكم تعاونوا هذه الأم بالبارتاج ما طالبة لا إحسان لا والو بارتاجيو ليها بارتاجيو ليها بنتها تسمع هذا النداء هذا بارتاجيو ليها بنتها يحن قلبها من تشوف أمها في هذه الحالة هذه بارتاجيو عاونوها ما تعاونوناش حنا تعاونوا الأم إلى هنا نقول لكم إلى اللقاء في مباشر آخر وقضية أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.